بيكم في حلقه جديده من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي زي كل يوم مع برج الحمل. مهنيا مديرك في الشغل هيساعدك كتير قوي النهارده، عشان كده اهتم انك تساعده. عاطفيا الشخص اللي بتحبه محتاج منك تقدير واهتمام اكتر من كده. برج الثور، مهنيا انت كسبت ثقه زمايلك ومديرك في الشغل، حافظ على ده. اما عاطفيا فانت لازم تتخلص من ذكرياتك مع الشخص اللي بتحبه وتبتدي علاقه جديده. برج الجوزاء، مهنيا عندك القدرة انك تحتوي المشاكل وتتخلص منها بسرعة. عاطفيا ما تقدمش اي تنازلات جديدة للشخص اللي بتحبه. برج السرطان، مهنيا حاول تفصل ما بين شغلك وحياتك الشخصية عشان ما تخسرش كتير. اما عاطفيا فانت خايف انك تبتدي في علاقة جديدة بسبب فشلك القديم، بس ده مش حقيقي. برج الاسد، مهنيا شغلك ممكن يتعطل بسبب بعض المشاكل، فتصرف بحكمة. عاطفيا الشخص اللي بتحبه مستني قرارك انكم تكونوا اسرة. برج العذراء، مهنيا هيحصل ليك تغيير كبير في الشغل، خليك هادي وما تتوترش. عاطفيا في شخص هيحاول يساعدك، ما تحولش ده لعلاقه عاطفيه. برج الميزان، مهنيا ما تردش على حد باسوا وخليك مرن في تعاملاتك مع الناس. اما عاطفيا فالشخص اللي بتحبه هيغير كتير في حياتك. برج العقرب، مهنيا ما تتعاملش مع مديرك بطريقه جافه عشان ما تفقدش شغلك. عاطفيا بتتحمل ضغوط كبيرة، ومع كده الشخص اللي بتحبه بيتهمك انك مقصر. برج القوس، مهنيا حاول تبعد عن العلاقات الشخصية في الشغل لان في ناس كتير ممكن تنافقك. عاطفيا حاول تحتوي الشخص اللي بتحبه وتبعد اي مشاكل فاتت. برج الجدي، مهنيا بتدور على شغل جديد بسبب المشاكل اللي عندك في الشغل. عاطفيا ما تاخدش اي قرار في علاقتك بالشخص اللي بتحبه بسبب المشاكل والتردد اللي في العلاقة. برج الدلو، مهنيا في حد من زمايلك هيطلب منك انك تشتغل معاه بره البلد، ما تتسرعش في قراره. اما عاطفيا فابعد عن الشخص اللي بتحبه لو حاسس انك مرهق ومش مرتاح. برج الحوت، مهنيا اليومين الجايين هتتفاجئ وتتصدم في اشخاص معين. اما عاطفيا فما تتخلاش عن حلمك مهما كانت الامور صعبه.